كورتوا بلجيكا كورتوا طبعا انا يعني هو ما فيش شك ان هو حارس كويس طبعا لكن انا اتفرجت على تدريب المنتخب بلجيكا كذا مره ويمكن كتبت على صفحتي بعد الماتش اللي كسبوه 3-2 ان الحارس الطويل دايما بيبقى محتاج بالتدريبات تعمل توازن ما بين تدريبات القوه والسرعه عشان الرشاقه عنصر الرشاقه يعلى يعني يزيد اكيد هو طبعا في تمركزاته هايل فهو بيقرب من الكوره لكن لو اتحط في موقف محتاج سكند موفمنت يعني او تحرك تاني بيبقى الامور صعبه عليه حتى لو شفنا الجون التاني في الماتش بتاع اليابان هتلاقي كره متشطه من بعيد هو عمل ستريتش لجسمه بس ما عملش حركه برجليه فكانت يعني انا بعتبرها من ضمن النواقص اللي عنده لكن طبعا جول كبير طبعا ممكن يكسب بلجيكا كاس العالم ما فيش مشكله لكن احنا بنتكلم على الكمال يعني المستوى صحيح.